Breaking news, we just got information that there's a mysterious flaming object hurtling towards Earth. So if you're listening to this broadcast, please hide and take cover. يا زميلي عندي شهرة زي ناس هتقول لي الكلام هنقطع لسانك يا صوتي صاروخ فبيضرب ودانك صوتي تلبسك فاطلع في منامك جامد مش محتاج اثبت لك حاجة فاكس عندك مشكلة تعالى ثابت توت اللي انت فنشها لك ناس افوق ومش ناوي نحتاجك على الهدف بنكلم الناس بسنين بس انا وانا اتقدم لو ترند عندي مشاهدات فانزل اللي في ظهري عشان كده مكمل غير اليوتيوب انا جامد كرفات بزوق كده مني عشان فارد في التراك غير الارقام انا عالية محروق كده مني عشان بعرف اراب صاحبي الهيتر يلا راكب فارينا لما تشوفوني فكت ولع لي السرينة مش كواليس دي شخصيتي مخليها نجم وبتعامل في سيما ميت يوبر بدمر السين سي عد كم مرة بزميل ريل حقيقي مش عامل تزييف شيز لكل اللي عملوا سين عندي تلات اغاني وعملوا هاتس بالله روحوا مش اغاني دي بلاس لو الناس دي بتبانك انت عوكو كبس هقولكوا سلام خدوا المشي مع كيس قولي كام واحد فان قالك مش فاهم وبتاع تراكاتي لك دام ما مش تحيد بس ركز كمان تفهم قدام يتكلموا واعملهم لك بيت سيبك من دول لو الدول ما احتلهم في الشاشه بلاك هول فضائي ساحلهم مخهم بيبلو لو هتقول يا كنت بالدول صغير بس عندي ميتاليتي حياتي ممتعه ما فيش اي جرافيتي انا الشو بس فرق رياليتي اصغر يوتيوبر في انجوا بلدي لو ركبت على البيت اما كلت فتح دماغك قتلك يا سيلي اخر تاخد دروس زي رقصه البيلي رساله توصل لك اخطاف الكبل خدت كام عشان تتوكل تاني مش فرقالي حاسس انك مش بتراب قول انا حاجة من تاني وجودي يتحسن اداء في الغالب وجودي زلزال لوحدي عامل الجزال لو هكرني شوفوا مش عداد I don't know.